أول من دلني على طريق الفروسية العربية عمي الله يطول بعمره. الله يطول عمره. الحين تعدى التسعينات. ما شاء الله تبارك الله. ممكن يكون في آخر التسعينات. الله يطول في عمره. فكنت دائما أسأله شلون كنت تسوون كذي؟ شلون كنت تسوون؟ هو مرجعك يعني بسلطان. بس ما كان يشرح لي جهاز كرفه، هو قاعد يسولفها بطريقة عفوية بطريقة البدوي، رجال بدوي. إيه. في طريقة علمه. بس. إلين سخر لنا الله الأستاذ محمد الحقيل أبو عبد الرحمن عسى الله يطول في عمره، وهو أستاذ المدرسة العربية ما شاء الله. فبدينا نلهل من هذا العلم ونطبقه ونرى النتائج في التطبيق ورؤية النتائج. حققنا أفضل نتيجة بأسهل طريق ما شاء الله. ودائما الفارس الذي يملك اساسيات كبيره في التعامل وهو فارس ومربي. صحيح. لان في بعض الفرسان ما يكون مربي، حصانه يجي زاهب. ايوه. زاهب يلا اركب، وانا ضد الفكره هذه. لا، الفارس مسؤول عن حصانه ويعلم كل كبيره وصغيره. هذا الاساس الصحيح. هذا الاساس الصحيح. تبي تكون انت القائد؟ بتكون فارس. خليك قريب. خليك قريب منه. ترى في فرق بين كلمة قائد ومالك. صح. إذا أنت بس تبي تجي جاهز تركب بعد 5 دقائق وتمشي وتقول ليش حصاني ما يتعامل معي عدل؟ ليش ما يقرب لي؟ أنت مالك، أنت ما أنت ما أنت قائد. بالضبط. هذا أنت مو عايش معه. بالضبط. هذا اللي لازم الناس تفهمه. وإذا حاولت تعيش مع حصانك لازم تعرف أساليب التعامل. شلون تتعامل معه؟ بالضبط. شلون تتخلى؟ أنت لازم تعرف من بداية شلون تدش له بالغرفة إلين ترجع الغرفة. ترى الحصان ذكي ويسجل يحفظ أخطائك ومميزاتك. متى ما درى أنك ضعيف استغلها وصار هو القائد. سبحان. متى ما درى أنك قائد بدأ يمشي خلاص. يمشي في حدوده. أنت شنو ترسم له من حد وهو يمشي فيه على ما تعطيه من أول. بالضبط. ما شاء الله. إنزين بنتكلم عن أول شيء. تكلمنا عن بدايتك وعن اول خيل خذيته وطريقتك في تعاملها. في امر مهم لازم الناس تنتبه له ونحاول نوعي الناس فيه، طرق التغذيه. انا ما بتعمق لك فيها بس بقول لك ترى هذه روح اكيد وانت مسؤول امام الله عنها. صحيح. هالحصان هذا ما عنده 12 ولهم المجترات اللي رجع اكله ويستغله مره ثانيه. اذا فضت بطنه سببت له المشاكل، والمشاكل اللي راح تصير ترى مشاكل مميتة. سبحان. هالحصان هذا منظم جدا، ما يحب يغير أكله. صعب يغير أكله أبو سلطان؟ لا مو صعب، في طرق، بس هو ما يحب. تمام. ولا يحب تغير مواعيد الأكل. يحب يأكل في وقت معين وأكل معين. الفكرة الغذائية رسمناها كأنها هرم. الحصان في طبيعته عايش على الحشائش. صحيح. الرزق اللي الله أنبته في الأرض، فهذا اللي كان يعيش عليه. دائما البشر يتدخلون في مملكات غيرهم. صحيح. فجينا احنا تدخلنا في مملكة هذا الخيل. لما تدخلنا طلبنا منه جهد إضافي. الجهد الإضافي يحتاج إلى طاقة إضافية. صحيح. فبدينا ندخل له الحبوب، شعير، ذرة، شوفان، فول الصويا، الزيوت. ليش؟ نبي يعطينا أكثر مما يعطي. طمع الإنسان، قال أنا أبي يركض 120 كيلو اللي هم سباقات الماراثون، وأبي يركض في سرعات بالطريقة الفلانية، وأبي يقفز، وأبي يلعب معاي بولو. فبدينا ندخل المكملات الغذائية. المهم اللي نبي نوصله لمشاهدكم الكريم، لازم تقسم وجبات الخيل، ولازم تعرف ان معدة هالحصان تستقبل 2 كيلو، ما بعد ال 2 كيلو تقطع فضلات خلاص، ما تستفيد منه. فانت بدال لا تسوي هذا مع الكلب وسلطان. بالضبط. فبدال لا انت تعطي كمية كبيرة من العلف، هو راح يستفيد منه 2. شايف 4 كيلو اللي اعطيتهم في وجبه، قسمهم
خلها وجبتين. خلها وجبتين. خلي يستفيد. شوف شو راح يستفيد. شوف شو راح التخلص من الأمراض. نظام غذائي نقول. بالضبط. اثنين. قربك من حصانك راح يعلمك عاداته وسلوكياته. إذا كنت قريب منه راح تنتبه إن السلوكيات اليوم كأنه مبتعد واقف في زاوية. هو قاعد يقول لك ترى أنا تعبان. فيني شيء. مثل ولدك لما يكون تعبان مو العادة إنه هو يحوس في البيت ويلعب، بس الحين قاعد بزاوية، إيش فيه؟ لازم تشوف. يا زعلان يا تعبان. والخيل ترى لها نفسيات. صحيح. اليوم اللي خلق تدرب باكر ما لي خلق. واليوم أنا تعبان وباكر مو تعبان. اهتمامك في النظام الغذائي وسلوكيات حصانك هي اللي راح تحمي حصانك بعد الله سبحانه من هذه الأمراض والإصابات. ثالثا تذكر دائما ان هذا لحم وعظم مو سيارة. اكيد لما تركب انت مهملة صاير لك فترة وتجي تذكره في يوم وتبي يركض ويفتح لمسافات طويلة، طيب هو وين عضلاته؟ يا اخي انت قم من النوم وركض لي يلا خلنا نشوف. ما تقدر. ما تقدر. زين ليش هو يقدر؟ انت اهملته. صحيح. الخيل تحب التدرج في التدريب، وحتى في وقت تدريبها تحب النظام. مو مره تدربني الصبح ومره العصر ومره بالليل. خلني في توقيت. الصبح الصبح، بالليل بالليل. عودني على نظام. هذا وقت تدريبي، هذا وقت. وانا وياك. أكلي. الامور هذه صدقني ما راح تكتشفها بروحك بسهوله، ممكن تكتشفها بس راح تكون خسائر كبيره. تكون مريت على خسائر كثيره. بالضبط. اي. اختصر الوقت واسلك الطريق الصحيح. تعلم قبل لا تبتدي. شوف مدرسة تثق في علمه ومدرب تثق في علمه وفي كل الناس الخير والبركة. أكيد طبعا. صدقني كل مدرسة في الكويت وكل مدرب في الكويت يملك علم. صحيح. والعلوم تتفاوت، لكن ممكن أقصى مدرب يملك مدربة يملك معلومة ما يملكها كبار المدربين. صحيح. نقطة صغيرة، لكن اختار لنفسك معلمك. ما اللي تشوفه بعينك. بالضبط. اكيد واللي ترتاح له. بالضبط صحيح. ابو سلطان، بدنا نتكلم عن المدارس، نبي نعرف شنو الاختلافات اللي قاعد تصير. انت قلت لي المدرسه الاوروبيه، المدرسه العربيه. طيب. شنو تختلف عن بعضها المدارس؟ كل واحده لها هدف. تمام. المدارس الاوروبيه مثلا مدرسه القفز. هذه مدرسه القفز تنتمي الى المدارس الاستعراضيه. احنا عندنا مدارس استعراضيه ومدارس قتالية. تمام. المدرسة الاستعراضية طريقة فروسيتها وطريقة التعليم تخدم هذه اللعبة، وهو يقفز حاجز، فراح أسخر كل إمكانيات فروسيتي عشان الحصان يقفز الحاجز ويرتب خطواته. تمام. عندنا مثلا إحدى المدارس لا اللي نعتبرها من القتالية اللي هي الكروس كانتري، عبور الطبيعة. تمام. الحصان يقفز ويدش بحفره ويطلع ينطب ماي ويصعد له طابوقه كبيره يسوي كل شيء. لا لا مو حواجز، اقصد حواجز امامه. اي تعرف العوائق الطبيعيه. أي. هذا ينط كل العوائق الطبيعيه. هذه المدرسه مثلا تحتاج الى فروسيه عاليه جدا جدا، وخاصه في الحس، حس ايد الفارس، لان ايد الفارس هي كنترولينج، مو كنترول، سنسر موجه يتقبل الإشارات. عندنا مثلا مدرسة البولو. أي. كانت هذه لعبة عربية قديمة اسمها الصولجان. تمام. هذه كانت تمرين للحرب، غارة وكر وفر وترجع نغير مرة ثانية، حرب كاملة لكن عن طريق مضرب وكورة للتدريب. فهذه فروسيتها تخدم عملها. فهذه المدارس كل مدرسة أسست على حسب احتياجاتها، وما نعيب بالعكس نمتدح اللي يأخذ فكر من هذه المدارس، من المدرسة هذه ومن المدرسة، لأن كل شيء يخدم. صحيح. انت ممكن تحتاج شيء مو موجود في هذه المدرسة تحتاجه من المدرسة الثانية. صحيح. يعني المدرسة العربية ما راح تهتم
ان الحصان يبدا ينط حواجز متتاليه. اوكي ممكن الحصان العربي ينط نط مسافات بسيطه يعني مو ارتفاعات بسيطه، مرتفعات قويه حيل، لكن مو مثل النظام اللي محتاجينه الاوروبي في قفز الحواجز او المدرسه الاستعراضيه. نجي لمدرسه الدريساج اللي هي مدارس ترويض. الدريساج دريساج معناها الترويض، فنون الترويض. تمام. فنون الترويض هذه محتاجه شكل انيق جدا وجواد منظم جدا. وضح سلطان شلون شكل انيق. شكلا محتاجين الى اتزان كامل الكتف مع الكعب في خط واحد. تمام. في اكتاف مفتوحه، في نظر مستقيم، في ثبات، وينفذون خطوات معينه. احنا ما راح نشغل متابعينا في شرح هذه المدارس، لكن ناخذ نقطه عنها. بالضبط. يبدا يبين الفارس في فنون الترويض مدى تحكمه في هذا الجواد باقل الاوامر المرئيه. ولاحظ اني اقول اوامر المرئيه، في بعض الاجاب بيهذب على حصانه ولا يركض على حصانه، تشوف رجاله اشتغلت طيب. يلكد يطق يطق. لا لا لا، هم يبون في اقل امر وينفذ هذه الحصان وينفذ اكثر من حركه. وحتى مدرسه الدريساج او فنون الترويض انقسمت مدرسه اولمبيه ومدرسه اسبانيه. تمام. فالمدرسه الاسبانيه اعتمدت على الترويض التقليدي، ومنها طلع فرع اللي هو مصارعه الثيران. تمام. ومنها فنون الاستعراضيه اللي قاعد تشوفهم بقاعات ملكيه. أيه. ويبدون يستعرضون بانتظام. نجي على المدرسه الاولمبيه فتحت بطولات وحطت قوانين وشروط ومكافآت. تمام. فهم اتجهت كل يخدم مجاله. صحيح. بالضبط. هذه فنون الفروسيه. شنو شفت بسلطان انت صعوبه من رجعت هني للكويت نقول وبلشت؟ شنو واجهك؟ شوف الموضوع هذا هم كبير. المربي دائما يطمح الى الاستقرار. اكيد. والاستقرار معناها ابي مكان ثابت لي ومكان رسمي. بعض الهوايات او بعض اجزاء الفروسيه خذوا جزء من حقوقهم. تمام. اكثر فئه مظلومه هي فئه الفرسان. شنو بالضبط صدق؟ اماكنهم. تمام. رسميا يعني رسميا ما عنده اماكن. صحيح. خلينا واقعيين. اكيد. لا صحيح. رسميا ما عنده دعم. ما في دعم. يسعون جاهدين ان يكون بطولات لخيلهم اللي شارينها بالاف الدنانير وصارفين عليها وتعبانين عليها. يا اخي ابي بطولات تسوى. صحيح. خلنا حسسني اني اجتهدت ثمن هالجهد هذا عشان تستمر هالهوايه. مع العلم عدد كبير عندنا في الكويت. صدقني. وابيك تسمح لي اني اتكلم. لا تاخذ راحتك سلطان. تامر امرك. احنا ممكن نسوي حملات ضخمة لحماية شبابنا وجيلنا من الأخطار المحيطة فيها. تمام. تدري لو نركز على هذه الرياضات وننميها تاخذ جزء كبير منها. أبعطيك مثال صغير. سباقات الماراثون تحتاج أن الحصان يبدأ يدربونه من شهر 8 تقريبا، من آخر 8 إلى نهاية 4. ايش خليت من السنة؟ ما بقى شيء. طول السنة انت قاعد. 4 شهور اللي خليتهم له. تخيل انت تشغله عن جميع المغريات السيئة اللي تواجهه في الخارج. صحيح. وانشغل في هذه الرياضة. حميت كم؟ عدد كبير. صح. تكلمني بالكويت علمني عدد. ترى يعني فرسان ما شاء الله. انا سولفت لك بإحدى رياضات الفروسية. صحيح. إذا لو رحنا بعد رحنا لأهل السباقات وطورناهم، لو انشانا رياضات جديده. ترى الدريساج انت تسمع فيه بس وينه؟ ما اشوفه. البولو نسمع فيه وينه؟ ما اشوفه. على استحياء في فريق بس على استحياء. الدريساج يقولون ان في تعليم بس وين بطولات؟ انا ما اشوف. وين ما في ما لا ولا بطوله بالكويت. ما في شيء يذكر. صح ولا لا؟ صحيح. ليش ما ننمي هالبطولات؟
وفي 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 ترى الرياضات الفروسيه مو بس هذه، في 20 رياضه ليش ما انميها؟ وما بس مو بس انمي رياضه الفروسيه، لا في هوايات اخرى. واظنكم في انيمال فاكتوري مجتهدين انكم تعرضون اكثر الهوايات. صحيح اكيد. شايف لو تجمع هالهوايات هذه كلها تغطيت خلاص. تكون غطيت عليها. منو فاضي يقحص حزتها؟ ماكو احد. صدقني ما راح تلقى احد. صحيح. منو راح عندما يسوي الخطا الفلاني والفلاني؟ خلاص مشغول في هوايته. ومستفيد ماديا ومستفيد معنويا وهو يحس انه انجز. عنفوان الشباب وطاقه الشباب لقاه افرغها في مكان. لكن امنا بالله كبير. اكيد. وباذن الله عسى الله يعطيني ويعطيك طولة العمر. اللهم امين. اذا كان في العمر بقيه باذن الله ان نشوف هالشيء يتحقق على ان شاء الله. الله كل من يسعى ان شاء الله اللهم ويلقى اللي يسعى. اللهم امين. الله يجزاك خير. وسلطان انت ما شاء الله مكانك وشغلك يعني بارز للامانه لكل من يدخل سواء كان راعي خيل او ما له في الخيل. الله يجزاك يشوف شيء مرتب يعني. حلالك مكانك. الله يجزاك خير ما تقصر. انت تعبت طبعا على المكان جدا كثير جدا. الله يعطيك الصحه والعافيه ويرزقك ان شاء الله منه اجمعين يا غالي. بلش في التدريب في اي سنه؟ بلشت في سنه 2000 رسميا ولا متى بدأ ادرب؟ لا لا رسميا. رسميا يمكن في 2013 اعتقد. 2013 اي يعني سو قلت انا مدرسه حياكم. قبلها كان في كله بلاش. كله بلاش. بلشت طبعا نقول في ربعك بدايه. بدايه اول اللي دربته باخواني. اخوانك لو الاقربون اولى بالمعروف. اكيد طبعا عسى الله يخليك. انتقلت لعيال عمي وانتقلت للربع ثم انتقلت قول بس مشتهي او ودي اعرف شغله الحال. تعال 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 انا اعلمك. انا اعلمك اكون سعيد جدا. انا اللي عرفته منك سلطان انه يعني ما شاء الله كثره العدد اللي خليتك تخليها رسميه. كثره العدد وتعرف ربعنا ما شاء الله ملتزمين بالشغله هذه. ما قام يلتزمون يعني انا هاد بيتي ودواء وشغلي وجايك اوصل ما لقاك. ما لقاك ليش؟ نسيت. ما في ما في هم. ماكو هم. ماكو هم والله ترى يعني انا كنت رافض في البدايه نهائيا اني اخذ رسوم على التدريب. لكن قاعد تتعب انت في السلطان. حب الهوايه ما شاء الله يخليني اعطي. وحتى طلبتي اللي هني وطلبتي يعرفون هالشيء هذا جيد فيني. اتفق معاك والله مثلا فتره الشرح بالمده الفلانيه. تمام. تلقاني نسيت. كملت معك. والساعة صارت ساعتين. كملت معك. أنا أنسجم مع الحصان وأنا أنسجم مع التدريب. تمام. وأفرح إذا ساعدت هالحصان إني أزيل الخوف عنه وخليه يقدم على شيء. وأفرح إني طورت في الشيء الفروسي له. دائما المحب يتعامل مع حبيب. أكيد. ما يتعامل بالطريقة هذه. تشوف متدربينك ينجزون. دائما. والله ذاك اليوم كنا طالعين طلعه فطلبت منهم قلت لهم ابي اصطفاف كامل الخيول كلها تصف يم بعض. تمام. وراح نطلع حسب الامر انا راح اعطي نوع الخطوه وتطبقون. يوم شفت المنظر هذا فيلم سريع قدام عيني شلون يوم جوني هو مو عارف مو بس يركب مو عارف يقعد حصان يمشي عارف يتزن. قدم مو عارف يتزن وهم الان يمثلون خيره الفرسان ما شاء الله تبارك. لما اجي امشي القى واحد ما شاء الله رجال شوارب ولحيه يسلم علي يقول ما عرفتني. انا طبعا مو معقوله الذاكره بهالسعه. انت دربتني قبل ما ادري كم سنه قبل 10 سنين قبل قبل الله شلونك الحين؟ لا والله انا الحين وصلت للمستوى الفلاني وخذيت البطوله الفلانيه. ما شاء الله. اسعد. تفرح انجازك. بالضبط. صحيح. لما اشوف الفروسيه في الشارع ترى انا من امشي في اماكن الخيل اعرف وين النقاط اللي ماخذينها مني. ادري ان هذه معلومتي انا. ما شاء الله. وافرح لما اشوفها منتشره. ما شاء الله. افرح لما امشي في اي مكان والقى اللي يسلم ويدعي لي. والله ما بغيت منهم الا الشيء هذا بس ادعي لي مشكور ما قصرت. الله يعطيك الصحه والعافيه. اللهم امين يا اخوي. ما ودي كلش اخلص معك ولا اختم معك. ابرك الساعه. الاسئله كثيره. ابرك الساعه. لنا لقاء ان شاء الله ثاني معك باذن الله. اكيد باذن الله. وانت احنا اللي نشرف فيك. صدقني سعدت في لقائكم وسعدت بتشريفكم واتمنى من اني وصلت صوره مشرفه لاهل الخيل
وعن هذه الرياضة بإذن الله. نشوفكم على خير. الله يعطيك العافية. شكرا لكم متابعينا. وسلطان ما شاء الله يعني ما راح نخلص في حلقة واحدة، لنا لقاء آخر إن شاء الله معاه، ونشوفكم على خير.